الراجل ده يا كابتن النهارده ده عنده كارتشن مشكله. انا النهارده لعيب واحد يا كابتن اسمعني، النهارده الراجل ده انا بحب مدير الفني يكون بيثبت التشكيل بتاعه. انا كلعيب لما بعرف ان انا هلعب الماتش اللي جاي ببقى مركز، لما بيعمل الروتيشن ده انا كلعيب انا هلعب بكره ولا مش هلعب، بس بيبتدي الناحيه الهجوميه بتاعته فلسفته انا اقسم بالله ناجحه لحد دلوقتي، لكن هيفشل فيما بعد، هيخسر اللعيبه يا كابتن. كهربا ده فايق الماتش اللي فات صح، فايق وابتدى ان هو يقول وابتدى يبقى في تعاون، يجي النهارده يلعب بيرسي تاو، ما هو ده خطا، ما هو يلعب بكهربا. كهربا لو وحش يبقى هو عمل الصح، عمل المفروض ده الطبيعي في الكوره. وجهه نظر تفرق. لكن النهارده انا وجهه نظري مع احترامي المدير الفني بتاعهم، مدير فني جامد جدا، عندهم قوام اساسي قوي جدا، عندهم التحولات يا كابتن. لا لا والترحيل الترحيل لا يا كابتن، فرقه شبويه يعني. فرقه شفتها بترحل بسرعه غير طبيعيه. لا فرقه الترحيل يا كابتن بشكل قوي جدا، عندهم في شغل في خفه كده. وخد بالك لولا الرعونه بتاعتهم الشوط الثاني، لولا الرعونه بتاعه الشوط الثاني يا كابتن ضياء، والله كان كسبوا النادي الاهلي 5 يا عم 5 والله. الشوط الثاني كانوا كسبوا. هو عايز يوصل في الكلام لي دي؟ لا والله لا يا كابتن. اي واحد اهلاوي شاف النهارده ان النادي الاهلي النهارده عمل ماتش كويس، انا بقول له اعيد الماتش تاني واتفرج عليه تاني واتعلم، وانا كزملكاوي بتفرج اتعلم يعني ايه فريق كوره محترم. ده فريق مخيف يا كابتن، ده بيلعبوا بره ملعبهم، ده فريق قوي جدا يا كابتن. لكن بعد بقى مجهود مش على سنه ضيع ضربه جزاء، كل سنه بيبقوا كده وبيتحس ان هو بيجي له الحته معانا كده ويروحوا واقفين. بس تقدر تقول عليهم انهم يعني السنه اللي فاتت كانوا كده، خلي بالك تتفرج عليهم تتكلم. الاهلي مقلوب رايح جاي. انت عندهم مثلا ميول وعندهم العبره بالنهايات، الثلاثه اللي قدام يا كابتن بيلعبوا بقالهم كتير جدا مع بعض فحافظين بعض. لا هم مغيرين.